يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل، قال: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلك العبد وكلنا ذلك العبد، أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب؟ فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا: عبدي أذنب، عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم قال جل وعلا: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي ما دام كلما أذنب ذنبا جديدا تاب من ذنبه واستغفر ولم يصر أو يستهين بذنبه فإن الله تعالى يغفر له، والحمد لله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.